خطير ابو اديب خطير. وش ديني حركات والله. ما شاء الله شاليه على كيف كيفك ما شاء الله. الله يعافيك يا ابو اديب. والله تدوان بالحمد لله تتميز في الفن التشكيلي عموما، واخذت المركز الاول على مستوى مناطق المملكه لمده 15 عام تاخذ المستوى الاول ما شاء الله. طبعاً تكريماً من سمو الأمير فيصل بن فهد رحمه الله أقام معرض في محافظة الدوادمي ما يقام إلا في المناطق، وأقام في الدوادمي كانت كانت مدينة صغيرة يعني كان عام 1408 هجرية في نادي الدلع لأنها تأخذ المركز الأول على مستوى مناطق المملكة، وهذه صورة ذلك في مقر النادي من الفنانين المتواجدين المشاركين في المعرض. منهم الفنان محمد السليم اذا كنتم تعرفونه الله يرحمه. نعم. شايف. ومنهم هذا الفنان المتميز في مجال النحت عبد الله عبد اللطيف الله يرحمه، اللي ترك بصمه قويه في محافظه الدوادمي خاصه وفي المملكه عامه. هذا كم سنه؟ عام 1408 تقريبا 32 او اكثر سنه، صح؟ ان شاء الله 32 ولا 33 سنه. طبعا 1430 هجريه. افتتح محمد الهلال سعادة المحافظة. عندي الأستاذ خالد السليمان العنقري طبعا ما شاء الله من النحاتين المتميزين ويشتغل على الرخام، تكلم عن ما شاء الله. نعم والله عضو من أعضاء الجمعية. شرفتونا في محافظة الدوادمي وحقيقة أنه شرف كبير وفد بالحجم يسعدنا الحقيقة. أولا على ما ذكر الأستاذ أحمد العمل هذا الأستاذ رائد الجيل أعتبره في الدوادمي، إحنا من الجيل الثاني تقريبا من فنانين الدوادمي. العمل هذا مقام في جامعة الملك سعود مقابل كلية التربية ما شاء الله، فهو يحكي على شكل ريشة قلم وتفاحة تفاحة بداية الحياة تقريبا كرمز من اعمالك الخاصه. هذا نحن ما شاء الله نحن من رخام طبيعي. ماذا يمثل؟ الله ماذا يمثل يا استاذ خالد؟ يبدو انه يمثل كما هو واضح ام مفتضنها صغير تعمد انه يكون الحنو في الجهه اليمين بحكم الاحتضان ما شاء الله. هنا الكتف اعلى هنا نعومه الوجه اكثر من الام بحكم عامل السن. حاولت اضيف عليه من الخلف اضافه اساس ما يبقى العمل غير مكتمل. الام حاولت ارمز لها بشكل ابقي الشكل الطبيعي بشكل تاج. سعود ما شاء الله يعني من الفنانين النحاتين المتميزين في تطويع برضو الخامة سواء من الحجر أو من الخشب، يعني أنا أشوف أن أغلب أشكاله ما شاء الله واقعية ومفهومة، يعني فيها أشوف فيها الخيل فيها طير وفيها الإنسان وجه البورتريه وفيها بعض الأعمال تكون تجريدية يميل فيها عن الواقعية ما شاء الله. طبعا فيها خامة الجرانيت سام طبعا فيها بعض الخامات فيها من الاخشاب وبعض الخامات من الرخام ومن الجرانيت. احنا نشوف هذا مثلا خامه الجرانيت وهذه خامه الرخام، طبعا هذا رخام وهذا رخام، هذه نفس الشيء جرانيت وهذا رخام، هذه رخام رخام ابيض ما شاء الله ما شاء الله. طبعا هذه رسم ها؟ اي رسم ما شاء الله ما شاء الله. جائزة عكاظ ما شاء الله خلال الفنانين ما شاء الله على مستوى، وعملت لها السفارة الأمريكية معرض والسفارة الكويتية معرض وما شاء الله الآن تقيم دورات وتبيع. الاسم اسمها ايش؟ مليح السهلي ما شاء الله.
طبعا هذا سعد الملحب ما شاء الله سعد الملحب نفسه سعد الملحب الملحب عندنا في الحسن. هنا الفنان منصور المطيري ما شاء الله متميز برسم البورتريه الوجه يعني بدقة متناهية ما شاء الله ما شاء الله متميز الدوادمي والاسم اسم الرجال اسم البنان شو اسمه هذه محمد العبد الكريم ما شاء الله هذه من لوحاته برضو يشتغل على السيراميك والوان القزاز ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ابن عمرك 33 طلعت راسمها من اول ما تخرجت من الجامعه ما شاء الله ولوحاتي لي الله يجزاكم خير ما شاء الله بس اني تركت الرسم اتجهت للنحت ما شاء الله وطلعت فيه شغل كثير الحمد لله وتشوفه ان شاء الله في المزرعه وتشوف ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله الله يوفقك طيب اللوحات الفنان سعد الملحم اي ما شاء الله ما شاء الله مكافح عمره تقريبا دون 85 سنه ما شاء الله اي نور لا زال نعم ما زال جايني قبل اسبوعين هنا بس انه على العربيه شوي ابو فيصل طبعا اللوحات هذه اصلا ما هي رسم على ورق هذه رسم على ابواب خشبيه يصلحها وينقش عليها النقوش هذه ما شاء الله وصورها واعطانا الصور حطها عندها وما زال يحتفظ بالبيبان في عنده ويبيع وعنده تراث وعنده شيء بس انه رجل الان يعني الاسم ابراهيم سكيلان ما شاء الله طبعا اللوحه رسمها عام 1383 هجريه ما شاء الله طبعا تقريبا يمكن حدود 57 سنة عمر اللوحة لا مو من وحي الطبيعة بس هذا الخط الرابط بين الدوادمي شقراء الرياض كان النفود من اول كانت سياراتهم على اللواري هذا ما شاء الله عمر اللوحة 58 سنة 57 58 سنة حديد مركبة في مؤسسة الأميرة العنود الخيرية بالرياض ما شاء الله نفذوه يعني تنفيذ على الطبيعة من تصميمك نعم ما شاء الله تستاهل هذا حديد هذه لوحة نوران عند صناعية ما شاء الله بعد ما منهم شافوا مجسم العشب المسطحات شافوا مجسم الإذاعة قالوا نبغى تحط لنا المجسم هذا بس تحط شعاره وحطيت لهم الشعار فوق والكتبة تبين ما شاء الله تحت صلحت لهم عام 1431 ما شاء الله ما شاء الله هذه طبعا شهادات الدروع هذه أعمالي الثانية اكتب هذا بعد الالف بعد واحد كفو اكتب هنا اسمك من الامارات اصبر ها بس تعال جاي هنا قرب هنا حي الله ابو محمد الله يحييك احمد الدحيم ونعم والله ما شاء الله هذه الحين شاليه ولا مزرعه ولا ما شاء الله فيها اذواقك ما شاء الله كفو والله كفو ما شاء الله تبارك الله يا سلام شوفوا اعمال النحت كيف هذه اعمال النحت شو اعمال النحت مسويها هنا شوفوا ما شاء الله اعمال النحت ما شاء الله تبارك الله اعمال النحت جايبها هنا هذا حجر الرياض الحجر الكريمي ما شاء الله طبعا الحجر ثلاث انواع في حجر اصفر وكريمي وابيض ما شاء الله هو ابسطهم شوي اللي هو الكريمي الكريمي ما شاء الله دقه الابيض فيه بس نقاسي شوي ومعي عندي موجوده ما شاء الله ما شاء الله شوفوا اعمال الرجال الفنان الراحل عبد الله لطيف الله يرحمه قبل يمكن تقريبا يمكن 15 سنه ايوه جو بيشيلونه من دوار الى دوار او بيغيروا مكانه بمكان واحد وللاسف انهم ما عرفوا يشيلونه العماله وكذا ودفوه وطاح وتكسر طبعا اخذته انت منهم وجبته هنا اخذته وقعطوني اياه اصلحته والحمد لله ما شاء الله يعني شوف اللحامات موجوده فيه اي ما شاء الله الحمد لله طلع احسن من كان متكسر بس احتفظت فيه يعني والله بعدين رجع ان شاء الله اعطيت تلول لا 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 بعدين اعطيها صنفره وتزبط ايوه ما شاء الله وهذه اصلا مجسم ميداني وانت تمشي ما يبين اذا وقفت عندها هذه الصخور قدامي
ما شاء الله، يعني حتى قدام الجمهور في محاي العسير. عام كم؟ ما شاء الله، يعني حتى قدام الجمهور ما شاء الله. بعد ما مسك كحيلان نادي النصر. ايوه هذه عباره او اسم كحيلان وشعار نادي النصر. ما شاء الله، طبعا من الجهتين من هنا ومن هنا. ما شاء الله تبارك الله. تهديد نادي النصر ان شاء الله، بس ما لقينا من يوصل لنا، ما لقينا من يوصل لنا لكحيلان. ما شاء الله. ما شاء الله، هذا احتاج الى شهر ونص. ما شاء الله ما شاء الله. هنا طبعا صندوق، هذه يسمونها ايش؟ عندنا صندوق ورد، ورد ورده الصحراء. هذه الادوات التي تستعمل في الحفر او النحت. ما شاء الله ما شاء الله. هل ما زلت تستمر في النحت ولا؟ هذه شجر المورينجا. اي نعم ما شاء الله، نافوره والله. هذه شجر المورينجا. اي نعم ما شاء الله، نافوره والله. هذه شجر المورينجا. بركان. اضرب اضرب. اسمع معده. وش اسمه وش اسمه؟ بركاني هذا. بركاني. حط يدك هنا. عطني اجرب. في واحدة، في واحدة هناك. اقو اقو طق. عطني اجرب. حط يدك الثانية، حط يدك الثانية. شوف. ايش تكسرها؟ كسرت يدي؟ بس الصوت هذا غريب. سبحان الله. هذا اللي مسوي مرينا عليه. ايوه النصراوي ايش فيه؟ ومتصدر ومتصدرين متصدرين يكفي. يا ليل، روحوا لهلا ذا، خلوا يروح لهلا يا اخوي، اشغلنا هناك. الوبر، الوبر هذا حق الحوطة. ما شاء الله، هذا من حوطة بني تميم. ذبح عياله. اوه قومه نشمي والله، قهرتوه انتو. لا هو كل الذكور دائما يعني ديكوريشن. يا سلام، اللي يبغى يطلع يتفرج فيه توه ما بتخلص بعد شغالته. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، ابداعات والله يا ابو محمد، اهنيك على الابداع هذا. اسمح لي ترى اخذت من ورد اسبوع شريت شريت لي شجرتي. ما شاء الله مزرعه على شنو اليوم؟ عمال، لا عندي عمالي ومبارك وشرحنا على 10 اوريهم يشتغلون. موجود عندي متوفر عندي شجر في الحسن. يا سلام، ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، ابداعات والله ما شاء الله، فنان تشكيلي ونحات على الواقع ما شاء الله، ابداعات. يا سلام، تبريد طبيعي ما شاء الله تبارك الله. خش بس من جنب. يا سلام، تبريد طبيعي هذا، هذا مثل مكيف الماء. نعم يا سلام، مكيف صحراوي. شوف كيف الماء ينزل تحت، صور الماء تحت. شوف. يا سلام يا سلام. سلام بارد والله. حلوة، نبي الشاي هنا. كنا نجيب الشاي هنا. نبغى الشاي هنا والله على هالبراد. وجه الله ما شاء الله تبارك الله. شوف الماء. بس تبي اي عارف، بس تبي لها ماطور يرقي الماء. ماطوره ابو الدل على زين مضخه صغير على ما شاء الله. مبدع مبدع جدا، فنان تشكيلي ما شاء الله، على الطبيعه ما شاء الله، ابداع.